الفل عليكم مرة تانية. لما نقول الغنى الشعبي لازم نقول على طول الشاعر إسلام خليل. إسلام هو من أفضل الناس اللي كتبوا في اللون ده في الفترة الحالية اللي احنا بنعيشها. الغنى اللي بيوصل للقلوب، القلوب بتاع كل المصريين. لما بنقول إسلام خليل لازم نفتكر على طول شعبولة شعبان عبد الرحيم، اللي طريقته في الأداء وكلمات أغانيه اللي اعتمد عليها إسلام عملت حالة غريبة في مصر. وزي ما بيقولوا ابن الوز عوام، ففي عصام شعبان عبد الرحيم اللي قال لي أرجوك خلصني بسرعة لأني عايز أرجع الجاكيتة لأبويا. هي فعلا اختار نفس خط شعبولة. مش هنضيع وقت كتير في الكلام النهاردة، ليلتنا فيها شعر فيها غنى. اسمحوا لي ارحب بالشاعر الغنائي إسلام خليل والمطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم. يا مرحب يا مرحب. أهلا بك أستاذ. قبل ما أبدأ أي حاجة، أنا ما بحبش قطر. اديني كده. أنا ما بحبش قطر. أنا ما بحبش قطر. أيوة. كره ملهوش حصر، وأي إيد تتبطر لو يوم لمست مصر. الله. الخيانة مباشر قطر، الندالة مباشر قطر، السفالة مباشر قطر، وحياة من نزل مطر، الكره زاد والغيرة. أنا ما بحبش قطر وبكره الجزيرة. غنيتها أنت؟ دي أنا. اللحن هو هو؟ أنا ما بحبش قطر. لحن مختلف. إيه بقى اللحن؟ قول لنا. خد يا عم غني أهو. تيست. أيوة. مفتوح مفتوح. أيوة. أنا ما بحبش قطر وكره ملهوش حصر، وأي إيد تتباطر لو يوم لمست مصر. الخيانة مباشر قطر، الندالة مباشر قطر، العصابة مباشر قطر، السفالة مباشر قطر، وحياة من نزل مطر، الكره زاد والغيرة. أنا ما بحبش قطر وبكره الجزيرة. بكره الجزيرة على فكرة. طب ليه ما اديتهاش شعبان يغنيها؟ كان عم شعبان عيان وكان في المستشفى، وانا كان ساعتها عملوا فيلم عن الجيش المصري وعملوا حاجات مش كويسه، وانا من نوع انت عارفني ان بيبقى عندي حميه في الحاجات دي. ما عشان هم عملوا عن الجيش المصري فيلم مفبرك وكذاب، على طول رحت انا قايل لك غني ما بحبش قطر. وانتوا يعني هتخبطوا فينا هنخبط فيكم بس كده يعني. صح. يعني ما يصحش. مش ما يصحش. بس ده ملوش دعوه بالشعب القطري. مش ما يصحش. الشعب القطري يعني شعب ملوش. لا بس معلش يا استاذ تامر، انا لا بقى انا ليه دعوه؟ الشعب القطري ليه دعوه؟ احنا بنقول كده دايما عشان احنا جدعان ومصريين يعني جدعان بجد، انما السلبيه ما تنفعش. احنا الشعب بتاعنا اما بيحصل حاجه في فلسطين بننزل نعمل وقفه، اما بتحصل حاجه في اي دوله بننزل نعمل وقفه عشان الدوله دي، انما ما نقعدش كده مأنتخين والدوله عماله تشتم فينا ونقول الشعب القطري ملوش دعوه. الشعب القطري ملوش دعوه يعني ايه يعني؟ يفضل قاعد في بيتهم كده والقناه دي عماله تشتم فينا والرئيس بتاعهم يشتم فينا ويعملوا كل البلاوي. امير. هو مش رئيس، امير. طيب اي أمير ولا يستحق امير اصلا؟ امير ايه؟ ده امير قرار اجدع منه. طيب ابن الوز عوام وعصام، بعيد عن الجاكيته وتفاصيل الجاكيته، انا عايز اعرف منك انت ليه قررت تغني؟ مفيش شغلانه كده. مفيش شغلانه. لا ولا انت تربيك عشان انا متربي في الموضوع يعني. وانت برضو واخد نفس السكه بتاعت الوالد الاستاذ شعبان؟ يعني انا كده كده بغني الاغاني بتاعت ابويا، لكن انا عامل لنفسي. انت صوتك حلو يعني؟ حد قبل ما تبدا تغني قال لك صوتك حلو فانت اتجهت لده، ولا انت من نفسك رحت على طول مديها؟ هو انا ما اعرفش، هو بيني وبينك الواحد قاعد يتعود مع الغنى مع ابويا. صح. لما جه بدا يغني ما بقيت صنايعي في الحكايه. طب ما تقول لنا حاجه كده، ادينا حته. خد المايك جنبك الاول. حته عامله ازاي يعني؟ اللي انت عاوزه. عندك ايه تحب تغني؟ انت عامل حاجه اسمها الفن باظ باين. صح؟ سمعنا الفن باظ. افتح له المايك. ايوه. مين اللي قال شعبان مغرور وبيتنطط على الجمهور؟ ابويا راح يعمل عمره رجع لاسعد وبارور. يا فني جالك عمى حسي من الحسيني الى الليسي، واحد كان بيع قلقاس والتاني بتاع منجاويسي. الله.
هو فعلا كان بيبيعوا الاس ولا دي انت يعني عاملها فيه؟ انا سمعت يعني قعدت ادعبس كده كانوا بيشتغلوا ايه زمان عرفت. طب انت لما بتشوفهم ما هو ما هم حبايبنا على فكره ما هو ممكن يقولوا لك الوالد كان مكواجي عادي مكوارج. ما هو الوالد ما هي الناس كلها عارفه ان ابويا كان مكواجي هو الميزه ان عم شعبان قال انا كنت شغال ايه انما في ناس بتطلع يبقى هو مثلا مستوى الاجتماعي معين ودي حاجه مش عيب ما اطلعش بقى انا اقعد اقول بابا ومامي وطنط وانا راجل بلدي وشعبي وبقول ياما ويابا حاج ايوه الواحد طبعا في النهايه لا يتبرى ابدا من اصله بس ادي طب انت مدرس انا اعلم ان انت مدرس انت مدرس ايه انا المفروض مدرس عربي يعني مدرس لغه عربيه ابتدائي ومارس لا انا دلوقتي ماسك موجه موجه كمان وموجه تربيه موسيقيه مش عربي بقى سبت موضوع العربي بس انت تابع لوزاره التربيه والتعليم انا خريج معهد المعلمين وايه اللي خلاك فجاه يعني كتبت شعر؟ انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ تامر بمناسبه المعلمين اللي ذكرناه دي والتعليم اللي هو كل يوم بننتقده والتعليم في مصر مستواه وحش من اكتر الحاجات اللي بوظت التعليم في مصر الغاء معهد المعلمين ده ليه؟ لان ده كان بيخرج مدرس شغلته مدرس متخصص وبياخد 3 سنين في المعهد يتمرن فيهم ازاي يعامل الطفل وازاي يتعامل معاه وازاي يدرس له وكل الحاجات دي. المعهد ده اما اتلغى بقى ما فيش مدرسين اولا بتتخرج مدرس شغلته مدرس فتاخد اداب تاخد تجاره تاخد كليات تانية تربيه نوعيه فما بيبقاش هو حابب انه يشتغل مدرس. يعني هو ما كانش كان طموحه اكتر من كده. انت كنت حابب انك تشتغل مدرس كل اللي بيخرج من المعهد ده هو داخل بمزاجه. طب وايه اللي دخلك يعني انك تكون شاعر وشاعر شعبي؟ انت سبت بصمه ما فيش فيلم ما فيهوش اغنيه الاسلام ما فيش غنوه لشعبان مش موجود فيها اسلام وعملت انت وشعبان دويتو ونجح جدا لما قلته انا بحب عمرو بوسه وبكره اسرائيل طبعا هنتكلم عنها لكن ايه اللي خلاك رحت للشعر؟ انا كنت في المعهد في يعني مدرس كبير قوي المعهد ده كان يعني شبيه بالكليات الكبيره يعني كان بيتكلمش غير لغه عربيه بس يعني حبش يسمع حد بيتكلم بالعاميه ما عدا انا بس كان مسميني بيرم التونسي الصغير فقعدت ال5 سنين بتوع المعهد دول كل يوم يوميا لازم اقول شعر الصبح هو اللي مخليه تالف شعر ولا بتقرا شعر؟ لا ما اقرا دي طبعا كنت بقرا شعر كتير واروح معرض الكتاب احوش واشتري كتب يعني انا قارئ كويس جدا كل الشعر وكل العروض يعني انت حافظ حاجات لجهيم مثلا؟ ايه مثلا؟ خرج ابن ادم من العدم انا قلت ياه رجع ابن ادم للعدم انا قلت ياه تراب بيحيا وحي بيصير تراب الاصل هو الموت ولا الحياه. طب انت عندك قدره انك تالف دلوقتي مثلا واحنا على الهوا لو انا قلت لك موضوع انت تقدر تعمل لي رباعيه من رباعيات اسلام خليل؟ طب اعمل لي رباعيه لقناه المحور مثلا. يعني مثلا ايه؟ بحب حسن راتب ايوه معلش حسن يلا مع الاحترام طبعا للاستاذ حسن راتب يعني دكتور حسن راتب دكتور فضل. حسن راتب انا بحبه كتير والبرنامج الديني اللي بيعمله الندوه الثقافيه دي متابعها جدا ضروري الثقافه هيطلع بعد نخلص ونقعد نتفرج متابعه جدا والله استاذ طب يلا بحب حسن راتب بحب حسن راتب بحب حسن راتب بحبه كتير كتير وبحب قناة المحور أصل الكبير كبير أحب قناة المحور أصل الكبير كبير أحب عم تامر وأحب قعدته وكل الناس في مصر والنعمة حبته تامر عبد المنعم كل الناس في مصر والنعمة حبته نخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل انا خليك تكتب النهارده اشعار لكل عايز شعر حضرتك كل واحد عايز شعر يا كل المصورين هم عاوزين ومصلحي كل الناس عاوزه نخرج لفاصل اعلاني ونرجع نستكمل حوارنا مع اسلام خليل وعصام شعبان عبد الرحيم دن 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 يلا اطلع فاصل
مش 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 يا ابني مش 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 العب بعيد بقى معلش ليش مش مش يا مش 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 يا ابني مش 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 العب بعيد بقى معلش ليش احنا اللي بينا حلو خلاص خليك في حالك ما تعيش عيش كان خلصت والماني بعد ما بأصلك قليل انسى اللي كان بقى وانساني بالمش مش مش بالمش مش مش بالمش مش مش بالمش مش بالمش مش مش بالمش مش مش بالمش مش مش بالمش مش مش فكرك هتطلع من كوزك مش مش فكرك هحن لك وعوزك تطلع من كوزك فكرك احن لك وعاوزك خلاص مالكش يا حلو مكان وقعت اصفر على بوزك عامل لي كوت كوت يا مكتكن عايز تهرج وتنكن عامل لي كوت كوت يا مكتكن عايز تهرج وتنكن كل اللي بينا ده كان اوهام والعقدة دابت واتفكت بالمش مش مش بالمش مش بالمش مش مش بالمش مش بالمش مش بالمش مش بالمش مش بالمش مش نفسك تنعنش وتفرفل مش مش عامل مفتح ومخرب كان زمان وزمان اهو راح ما شوفكش تاني بقى بتفرفش شغل الحكش والحشباشة والنتشات والهباشة شغل الحكش والحشباشة والنتشات والهباشة ده العمدة يا ابني هيفضل عمدة والباشا راح يفضل باشا مش 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 بس خلاص برضو زي الولد ايه في المش مش ايه في المش مش ايه انت اللي كاتب الكلام يعني ايه في المش مش ايه قول تاني يعني انا حبيت انا ليا اختراعات يعني ممكن حد يقول لك في المشمش دي اغنيه هابطه تزعل ولا هي ليها فلسفه اكيد ليها فلسفه انا دايما انا دايما كلامي بيبقى فيه من وراه حاجه خبيثه يعني يكون في دماغي حد انا بتريق عليه مين ده بقى بيني وبين نفسي بقى شغل الحكش والحشباشة مش عارف ايه في اسقاط يعني اسقاط انت 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 ايام الاخوان عملت حاجات ضد الارهاب وحاجات ضد الاخوان كتير زي ايه انا عامل يا ابو بكر يا ابو غدادي امير المجرمين كلامك مش عارف كله فاضي وحواليك حبه مجانين خلافه ايه ابو خلافه وكده يعني ايه قول وعامل حاجه كنت عايزين يخطفوني مش عبان عايزين يخطفوني انا واسلام خليل عشان بنحب مصر وبنكره اسرائيل اما هم هددونا وكده على صفحات النت يعني انت اشتغلت مع الاستاذ عادل امام انا عملت له غنوه في مسلسل العراف بس مش هو اللي مغنيها متغنيه له اللي هي كانت ايه كانت اما ترشح في الانتخابات انا هترشح لرئاسه الجمهوريه فهو اولا بيحبني جدا بيحبك انا اشهد على ذلك صراحه يعني وبيحب الغنوه بتاعتي قوي خدني من المشمش لا المشمش لا عم انت تعرف استاذ عادل امام برضو ده حبيبي رحت له انا شفت اسلام عنده كان بيجي لنا المسرح ايام ما انا كنت في المتحدين هو انا رحت له ساعه المسلسل فمسكني من ايدي هو بيحبني قوي قوي يعني بصراحه يعني انا بتفاجئ بالحضن بتاعه فخدني جوه قال لي رامي بص بقى اعرفك بشخصيه ما حصلتش فالاستاذ رامي راح واخدني بالحضن قال لي ازيك يا اسلام الله انت عارفه اللهم اشتغل معانا كتير انا عامل معاه بوحه وحاجات كتير راح واخدني بقى عند اوضه الاستاذ طلعت قال له بص يا طلعت اسلام بقى ده
قال له اسلام راح ياخدني في الحضن، قال له مشتغل معانا في المسرح، قال له كلكم عارفينه تعالى يا ابني نقعد في الاوضه. ورحت قعدت معاه. الكلمات كانت ايه؟ كتير، ده هي كلمات يعني بسيطه، عبد الحميد البكري هيحل كل مشاكلي، والكلمات بقى اللي بتتكتب لاي مرشح في الانتخابات يعني المميزات والحاجات بقى. ونزلت انا فاكر انا طبعا كنت بمثل في العرافة، انا عارف انها نزلت، لكن انت ترى ان الغنى يكسب اكتر، يكسبك اكتر، ولا الشعر انت بتكسب منه وراضي؟ لا انا طبعا راضي، انا من جهه راضي راضي. الاستاذ احمد الابياري قال لي مقوله جننتني في مره، قاعد جنبه كده وراح قايل لي ايه؟ استاذ احمد الابياري المنتج المسرحي الكبير اللي كلنا شرفنا بالعمل معه، وهو رجل مسرح كبير ونجل الكاتب الكبير الاستاذ ابو السعود الابياري، ورجل صاحب فضل يعني على ناس كتير، وانا واحد منهم لو كان بيشاهدنا احنا بنقدم له تحيه كبيره. ربنا يخليك من احترامك والله يا استاذ. لا طبعا. فقاعد جنبه في الاوضه كده وراح قايل لي ايه؟ هو انت ما فيش حاجه بتضايقك خالص؟ انا مبتسم على طول كده. قلت له ليه؟ انا قلت انا ضايقته في حاجه وبتاع. قال لي انت ما يعني انا عمري ما قلت لك، اخلص الاغاني راح قايل لي اسلام انا عامل لك كذا فلوس. راح قايل له طيب. يقول لي ما بتروحش ما بتقوليش حاجه. اقول له ما هو انت في حاجه تاني ممكن تداني وما تدانيش؟ ما هيبقى حرام عليك انت. لا انا اقصد انا عارف انك بترضى باللي بيجي لك، انا اقصد دايما يقولوا اغنيه شعبان ابراهيم انا بكر اسرائيل الغالبيه العظمى تقول دي اغنيه شعبان ابراهيم، في حين ان ممكن يكون هنخلي عصام يغنيها لنا على فكره، يعني احنا مش عارفين نجيب شعبان على التليفون، اتصلوا بيه قال لهم ان هو رايح اثيوبيا دلوقتي والحقوني لو هو قال لهم كده على فكره في الكنترول بجد انا مش بهزر. ما حدش عارف يحل المشكله. هو فين؟ هو في المهندسين؟ في المهندسين. هيركب ميكروباص لاثيوبيا يعني ولا ليه؟ قال لنا رايح اثيوبيا. هو ما قالش كده تلاقيه. ولا بهزر معاهم؟ ممكن يكون بهزر. طب يا جماعه حاولوا تكلموه ارجوك يا استاذ شعبان لو شايفنا يعني. لا مش بيرد. خليك ورا في مصر هنا دي؟ ايه طب كلمه كده من تليفونك انت يمكن يرد. هو بيعمل محاوله لحل مشكله سد النهضه بنفسه. وهو راح هناك. طيب لما نيجي نقول ان انت كتبت انا بكره اسرائيل ونلاقي ان بعض الناس بتنسبها لمطربها. ما بتزعلش؟ لا طبعا في فتره. يمكن ده اللي خلاك تغني ما بحبش قطر. لا لا والله يا سام، بس دي بتزعل بجد، بتزعل، وبيبقى العتب الكبير مش على الناس بقدر على المطرب. هو طبعا مش عم شعبان، عم شعبان في اي حته بيقعد. ايوه بس ده حصل برضه في لا تكذبي. الطياره الزهراء اتحركت بيقولوا التليفون مغلق. الاستاذ مثلا لا تكذبي لا تنسب لشعراء، يقول لك اغنيه عبد الوهاب او اغنيه نجاه او اغنيه عبد الحليم، فيعني هو اللي قصاد الكاميرا هو دائما هو اللي ظاهر. بس اياميها يا استاذ سامر ما كانش الميديا زي دلوقتي، يعني حضرتك مستضيفني اهو، الواحد بيطلع في برامج كتير، في ندوات شعر، في حاجات، فالواحد بقت الغنوه الكليبات اللي دي ما كانتش موجوده، فالمؤلف لذلك الواحد ساعات مؤلفين كتير يكتفي انه يبقى مؤلف وملحن لانه تقريبا بقى في نفس الشهره بتاعت المطرب، انما اللي يزعلك اما المطرب يطلع ما يقولش عبد الحليم قال اسامي الفرقه كلها. طبعا يقول لك معايا عفه وعناي. هو بيقول لا ما انا بقول عم شعبان طبعا ما بيحصلش منه قارئه الفنجان بسمع عشان ما نخبطش لقيته قال كل الاسامي معانا الاستاذ عفت معانا الاستاذ فلان عبد الحليم حافظ لدرجه الاخر خالص قال ايه طب عشان ما اقعدش اضيع وقتكم عايزين بقى نسمع الغنوه دي وبتاع قال اسامي الفرقه كلها. دلوقتي في مطربين كبار مع احترامي ليهم يطلع ده بخلاف بقى انه ما يقولش اسم اللي كاتب ولا الملحن، ده بيهد الموضوع يقول وجت فكره كده في دماغي رحت مش عارف ايه. يا عم فكره ايه؟ انت بتتصل تقول ما اسلام عايزين نعمل غنوه بقرا لك غنوه او بكتب لك غنوه مخصوص. طب ولا لك دعوه بالفكره؟ انا مش عايز دلوقتي يجري بينا، عايز عصام الاول يغني لي اغنيه انا بكره اسرائيل واستحضر روح شعبولا وهو في الطياره نستحضر روحه هنا وصباح الفل هندسه عامل اخويا يلا يلا. انا بكره اسرائيل، انا بكره اسرائيل وبقولها لو اتسال ان شاء الله موت قتيل او اخش المعتقل يا ليل. انا بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، بكره اسرائيل، واحنا كلنا كل زعلانين القدس تهمنا. ايه الكل زعلانين القدس تهمنا. بكره اسرائيل شمون ويا شارون، واحب عمرو موسى في كلامه الموزون، احب عمرو موسى
في كلامه الموزون كلامه الموزون. ابويا بيسلم عليك بيسلم عليك بيسلم عليك بأمارة العشرة جنيه بأمارة. ما جيت امبارح قعدت تنادي عليه ايه بس خلاص. طبعا كلام يبدو اولا هو كلام يصلح ان هو يخش ودان وعقول العامة، يعني من الباشا لغاية الغفير، يعني كله يستوعب هذا الكلام ويتغنى به. لكن المعنى معنى كبير. زي ما هو تفضل وقال معنى كبير، معنى فيه اسقاط، يعني مش شرط يكون الفن الشعبي كما يروج له البعض انه فن هابط. ونفتكر الاستاذ محمد رشدي، نشوف الاستاذ حكيم وهو مطرب شعبي كبير الاستاذ الجميل ربنا يديله الصحه وطال عمره اللي كلنا تربينا على اغانيه، فنان كبير احمد عدويه، في 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 نوع من الفن الشعبي. ما اغنيه على فكره عبد الباسط حموده اللي بيقول فيها انا مش عارفني انا توت يعني تهت مش كده؟ انا تهت مني انا مش انا. شعبان احدث حاله في مصر خلى كل الناس تقول ايه، وهو اللحن، ولكن كان المطرب الوحيد اللي بيعتمد انه كونسبت او المحتوى بتاع الكلام هو اللي كان بينجح له الاغنيه. قول لنا اغنيه جديده تكون انت عاملها لشعبان الحاضر الغائب. الله، انت جايب ورق؟ طبعا انا ورقي معايا على طول. انا ورقي معايا انا بعمل طول. حاجه حاليا بما انك ذكرت اسم النجم الكبير قوي حكيم، بعمل له تتر مسلسل هو اللي بيغنيه في رمضان ان شاء الله. بتاع مين المسلسل؟ عم احمد السبكي انتاجه. والاستاذ احمد عبد الله طبعا هو طبعا، والاستاذ سامع عبد العزيز طبعا. هو اسمه رمضان كريم. اسمه المسلسل. رمضان كريم. ايوه عارفين. عاملين تتر حلو قوي قوي. اتفضل. بقول انتباه هص بس كله يسمع الكلام، حيوا مصر وشعب مصر واضربوا تعظيم سلام، كله الا مصر يا ابن ريكا ويا ابن سام، قول للي بعتك مصر شعب وجيش تمام، لو حد قرب منها بنقطع ذراعه ونعرفه اصل الرجوله والاحترام، روح قول لداعش خلي بالكم من الاسود وتلموا، ده احنا عندنا خير الجنود زي الديابة يفرتكوا اعدائها يابا لو حد خطب رجله بس على الحدود، احنا الفراعنة يعني قلب من حديد ودماغنا توزن 100 بلد وده مش جديد، ونحد قرب من ولادنا في يوم يا ويلو في ثواني يلقى مننا الرد الشديد، ارهابكم مش هيخلي مصر في يوم تخاف، الشعب ده يا ما انتصر والكل شاف، نموت فداها عشان تعيش هي بكرامه ونصونها ان كلنا فيها اللقمه حاف. ان كلنا فيها اللقمه حاف. سقفوا له اخوانا، والله العظيم كلام كلام يمس القلب يعني. واعتقد حكيم هيقول الكلام ده. انا عايز اسمع حاجه تاني من اشعارك، لكن خليني اسالك، هل اغاني عارف كنت خدتها وضربت على حكيم فيها؟ لا طبعا، لازم نحيي الفنان الكبير حكيم، ويعني حبيبنا ونجم كبير. خلاص بنعتز حكيم اللي خدها. خلاص زي خلاص بقى زي بعض. هل اغنيه المهرجانات حاجات بتاعت اللي هو اللحن الواحد ده ظلم الاغنيه الشعبيه؟ ما ظلمش الاغنيه الشعبيه، بس هم انا ما اعرفش بصراحه، ربنا زي ما تكون عفاريت طلعت كده. مش عارفين جم منين. انت تعرف تغني مهرجانات؟ لا. انت بتعرف تغني مهرجانات؟ ده هم خلوا الواحد قرب ينسى الغنى اللي كان بيغنيه. ما هي المشكله يا استاذ تامر، مش في ان اغني مهرجانات، هو المزيكا حلوه. ايه المزيكا اللي حلوه؟ يعني المزيكا ده اللي هو حاصل يعني. المزيكا ده ايقاع مقسوم عادي. يعني ده ايقاع مقسوم، ممكن هفش وانت عارف انا ممكن اعمل ايه، انا اللي بيعنا بيعه ما ندمش يوم عليه، يعني ده دي مزيكا. انما المشكله في الكلام اللي هم بيقولوه. ايه بقى بس؟ مفيش كلام، اي كلام قله ادب، اي كلام. يا بت يا مولى. لا يعني مفيش راجل بقى راجل. ادي كلام في الصاحي. واحد تاني يقول لك زي الشوال اللي حبيتيه، يعني كلام مفردات سوقيه. ده يعني أو اقل من السوقيه. يعني انت شايف برضو ان مهما كان الفن يصل الى البسطاء لابد ان يكون يحمل قيمه. نعم طبعا. يقول الغنوه بتاع الشوال دي قدام واحد يقعد يبص كده يقول زي الشوال اللي يقعد يبص عادي كانه بيشتم. يعني انت يعني انت لو اتعرض عليك تعمل ده مش هترضى تعمله؟ الشوال؟ اغاني الشوال. لا الشوال لا. لكن تغني في كباريه اغاني شعبيه.
بتزعل وانت بتغني في كباريه سعيد؟ لا لو لقينا يعني الموضوع فيه حاجات يعني وحشة. يقال ان الكباريه يبقى فيه حاله من حالات يعني المستوى المتدني يعني ما عادش الكباريه. لا احنا ممكن نروح عيد ميلاد لكن ما بنروحش نشتغل يعني فيه ونجيب فلوس والحاجات دي. ممكن نبقى معزومين في عيد ميلاد بتاع واحد صاحبنا بتاع. لكن ما تغنيش في كباريه. بس شعبان غنى في كباريه كتير. هو في كازينو الليل بس. طب هو كازينو الليل قليل، كازينو الليل اكبر كباريه في مصر. طب ما هناك بيروحوا هم لابسين هدومهم كويس يعني. لو وجالوا وقت كمان كازينو الليل كان اغلب اللي بيجوا فيه ناس من بره مصر يعني والمطربين اللي بيغنوا كانوا يعني اسامي كبيره. ثوره 30 يونيو اثرت فيك كشاعر؟ خليتك تبقى عايز حركتك يعني حركت جواك الشعر؟ طبعا. قلت ايه فيها؟ مفيش مناسبه استمر انا ما كتبتش فيها. طب اي مشكله؟ قول لي 30 يونيو. لا انا المحاولات اللي هم بيعافروا فيها عشان يرجعوا لنا تاني. انا بس عايز ايه اقول إيه حاجه عشان احنا قدامنا دقيقتين فهيتقال هذه القصيده. هسمع من سيادتك غنوا على المايك وهختم ينزل تيت وانت بتغني على المايك. اتفقنا؟ اتفقنا. وانا هراكم الاسبوع المقبل يا باشا. اللي انت شايفه غلط اعمله. صح هو كده. انا هخرج الناس بتضحك ورا. هراكم انا الاسبوع المقبل في حلقات جديده من 90 دقيقه، ولكن خلونا نستمع الى شاعر اسلام في 30 يونيو ونسمع منك برضو. عندك حاجه عن 30 يونيو؟ لا انا عامل غنوة اسمها ب 7 ونص قريبه من 30 يونيو. خلاص اه 7 هي بدايتها كانت هتغني في ده وهينزل على النت. انا هشوفكم الاسبوع اللي جاي واسيبكم تستمتعوا بشاعر وغناء الاساتذه ضيوفي داخل الاستوديو اللي بشكرهم شكرا جزيلا وتصبحون على خير. اشتغل. بقول انتوا ياللي علينا جيتوا بعتوا فينا واشتريتوا، يلا بقى فرقونا وامشوا كله يلعب عند بيته، لسه عايزين تخدعونا تاني وبنفس الوشوش، ارحمونا بقى وسيبونا، انتوا ايه؟ ما بتفهموش؟ عينكوا رايحه لاي حاجه، بصيتوا لنا في كل حاجه، ادينا لكم كل حاجه برضه ورجعتوا افتريتوا، يلا بقى فرقونا وامشوا كله يلعب عند بيته. اللي يشوفكوا يقول ده ملايكه جايه لينا بخير كتير، وانتوا خلق قلوبكوا سودا لا رحمه ولا ضمير، في العداوه طلعتوا كارثه، كدابين مالكوش امان، حتى ابليس الابلسه جنب منكم مش شيطان. غرطونا بحس ناعم وبكلام معسول جميل، وشكم مليان براءة وانتوا نار ملهاش مثيل، يا ما بعتوا يا ما خنتوا، طبعكم قاسي وعجيب، مش جديد عليكم انتوا، غدارين ملكوش حبيب، يلا بقى فرقونا وامشوا، كله يلعب عند بيته. وراحوا لعبوا عند بيتهم وفرقونا. وعايزين يرجعوا تاني. لا يرجعوا تاني ده لك مقاوحة بس وخلاص. مقاوحة بس ده حلاوة روح. بقول لك يا باشا انت كنت في برنامج من قيمة كام يوم هنا كنت بتقول كلمة اوريدي الواحد يعني اوريدي. انا عايز اقول اوريدي دي انا رخر بس مش عارف اقولها فين حتة في الكلام. يعني ممكن تقول لما اقول لك على حاجة إيه؟ اكون بقول ايه ومقال اوريدي. اقول لك على حاجة موضوع اوريدي ده موضوع خطير. فانا عايزك تغني وانا معاك بقى في موضوع اوريدي ده بعد الهوا. بس فهمولي اه والله اوريدي انا معاك. عايز اقول اوريدي وانا بتكلم يعني بس مش عارف. اعمل له اغنية اسمها اوريدي. غني يا باشا انت اوريدي دلوقتي على الهوا يعني. ايوه هي بتحضر يعني قول للناس كده انا اوريدي معاكم على الهوا. اوريدي احنا كده على الهوا. يلا يا باشا فين الغنوه مش ب 7 ونص؟ لا احنا عشان هننزل بالتتر ورا ده. خش قول. نفسي اتجوز واتهنى واحب واغير والناس كلها تيجي يوم فرح ميدان التحرير، الثوره تنجح بجوازي والكل يبص والحاجة هترخص ونجهز سوا سوا بالنص، ما هو كله هيبقى ب7 ونص، بدلة شعب ولا ب7 ونص، ملابس داخلية ب7 ونص، وحجازي متقال ب7 ونص، وحمادة هلال ب7 ونص، وب7 ونص ب7 ونص كده. حلقة جديدة من 90 دقيقة. بشكر جدا اسلام خليل، بشكر جدا عصام اوريدي شعبان عبد الرحيم، وتصبحون على خير.